بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان موجودين في مقر شركة مكة سمارت للتدريب، هذا العنوان. طبعا الجوال جوال الكابتن محمود، ومعانا الكابتن محمود. خلاص تمام، موجود موجود يوتيوب بعنوان مسابقة سارة بنات تصوير كابتن محمود، ونحن الآن في المكتب، في مكتب شركة مكة سمارت للتدريب، شمس للتدريب. ولدينا مشروعين، مشروع مسابقة سارة بنات أو منتجات بنات، والآن يعني يكون التدريب إن شاء الله لمدة أسبوعين لهذا المشروع سارة والكابتن محمود. وهناك مشروع آخر للكابتن محمود نفسه، اللي هو دراسة أو تدريب مدخل للتمثيل في المسرح.